मॉर्निंग ले लेता ना थोड़ी सी। किधर है जाने
من أبناء الإمارات اتحدوا تحت راية علم واحد بفضل الجهود المباركة لسبعة قادة عظماء. في سنة 1968 أعلنت بريطانيا أنها ستنسحب من المنطقة بحلول نهاية العام 1971. كان قد بصر فجر الاستقلال وتنامت الحاجة إلى وحدة الأرض واتحاد أبنائها. في شهر فبراير من ذلك العام انطلقت محادثات مكثفة أدت إلى اتفاق حكام الإمارات المتصالحة على العمل يدا بيد نحو رؤية واحدة. في الفترة الفاصلة عن العام 1971 بدأت الإمارات المتصالحة مسيرتها المشتركة نحو الاتحاد عبر تطوير الآليات التي من شأنها أن تضمن قيام الدولة الاتحادية القوية. وبعد سلسلة طويلة من الاجتماعات والنقاشات والمباحثات تلاقت الإرادات واتحدت الرؤى فكانت مشية الاتحاد. ويجب أن نشكر على هذه السيدة لتعطي الإمارات العربية المتحدة ولتعطي الدول العربية الكثيرة والدول الكثيرة وللعالم أجمع معلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات قيادة. المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد. في العقود التي تلت شهدت مسيرة النهضة في الإمارات إنجازات عملاقة أرسلت دعائمها قيادتنا الرشيدة، إنجازات رسخت مكانة الإمارات على الساحة الدولية وجعلت منها مثالا يحتذى في بناء الإنسان والأوطان. نكحب الاتحاد تحية وفاء من الأبناء إلى آبائهم المؤسسين، رسالة حب إلى القادة الذين مهدوا السبيل، عربون تقدير لإرادتهم التي قهرت المستحيل، ورؤيتهم